بنتي كانت داون ومع عملت عملية قلب مفتوح مع فتحات، وكانت نطقة غير سليم ما تنطق، كانت حركتها ما زيادة ايوه، وكانت ما تندمج مع الأطفال. فسمعت انه في دار الرعاية، دار الحنان لرعاية الأطفال الداون، فجبتها عند الأنسة ختام الله يجزيها الخير ويطول بعمرها ويخلي لها أولادها. فلقيت كل الدعم وكل الشغل عليها، علموني الكتابة، علموني كيف الاندماج، علموني الاعتماد على حالي باللبس، بأمور حياتي الطبيعية اللي بالبيت عم علموني اياها. أنا مدربة بدار الحنان الاحتياجات الخاصة، بنعلم الأطفال من فئات العمرية جميعاً. بلشنا مع الأطفال من مرحلة الصفر، فعنا كان كتير أطفال واحتياجات، وكانت يعني بمراحل متأخرة كتير بالتعليم. تابعنا معهم، علمناهم، قدمنا لهم الرعاية والاهتمام والحب والحنان. بالإضافة للشيء تعليمهم كتير كان صعب، كتير كان صعب علينا، بس هلأ ألف الحمد لله كتير تحسنوا وكتير صاروا مستويات عالية. حتى عنا أطفال ختموا الأحرف، ختموا الأرقام، صاروا مهارات عالية. وأهم شيء أهم شيء كوناهم اجتماعيا، هيئناهم ليكونوا يندمجوا مع المجتمع، مع الأطفال الأصحاء. وبتمنى إن شاء الله يكونوا بأفضل وضع. افتتحت هذا المركز على بشكل تطوعي وعلى حسابي الشخصي لاحتواء ورعاية وحماية أطفال ذوي الإعاقة من جميع الإعاقات، إعاقة حركية، إعاقة بصرية، إعاقة سمعية، داون متلازمة داون، أطفال متلازمة داون، أطفال توحد من كل فئات التوحد. ونحن في هذه الدار نقدم المساعدة لهؤلاء الأطفال من خلال الدعم النفسي، من خلال مهارات والدية، من خلال تعديل سلوك، تدريس أكاديمي، نشاطات لزيادة الاندماج الاجتماعي لهؤلاء الأطفال مع الأطفال العاديين. الدار قائمة على قدم وساق، والكادر يعمل بشكل تطوعي وبشكل رائع جدا، ولكن هناك الصعوبة الوحيدة وهي الدعم المادي لهذه الدار. عدد أطفال الدار 25 طفل، نستقبل أطفال من سن 5 سنوات إلى 18 سنة. عدد الكادر 9، هناك كوادر لعمل الجلسات الفردية، هناك كوادر لتعديل السلوك، هناك كوادر لمهارات أكاديمية، هناك مشرف للدار يقوم بالإشراف على كل حالة كل طفل